جينا من تين جداد اقليم الرشيديه، كان جينا كنطلبوا الحق ديالنا، ما كاين اللي سمع لهضرتنا، ما كاين اللي داها فينا. حنا شهرين وحنا جالسين في الخلا، الارض ديال القبيله كتباع وتباعت بوراق مزورين وكيبني فيها الراجل اللي ودرنا له معارضه ما كيتسنطناش هذه 10 سنين، وناض دابا عطاوه الرخصه باش يبني وكيبني فيها، وحنا معتصمين في الارض تمايا وما كاين اللي كيتسنطنا. المسؤولين لا ديال الرشيديه ما كاين اللي قالوا لنا ديروا دعوه قضائيه، درناها مشينا للمحكمه، كنمشيو للمحكمه كتاجل تعاود تاجل، والناس جالسين في الشمشوار مضى ندخل، العيالات كبار جالسين كيتكرفصوا، نحنا بالعيال ديال بولادنا جالسين كنتكرفصوا، رجالاتنا جالسين كيتكرفصوا، حتى اللي مسؤول علينا دايرين نايب علينا اتهموه، قالوا له حتى انت راك سرقت، دابا بداو يتهموا واحد بواحد. علاش زعما جينا لدابا باش نتلاقاو مع سيدنا النيت مباشره؟ هما هضرتنا ما بقى كيسمع لا عامل لا بوليسي لا قايد، راه ما كتسمعش هضره ديك البلاد، ما كتسمعش. كلاونا النيت كلاونا، هذه هي العباره النيت، وهاد الناس راه عياو وما في جهدهمش، وغير شويه اللي يهضر معاهم ويخافوا ويرجعوا. انا راني ما خايفه من حد، ما خايفه من حد، هذيك كاع ديك المناطق كلها راها النيت مهمشه، اللي عنده شويه ديال الفلوس داير دوك الناس كاع المساكين تحت رجليه، هذا راه ماشي حق. ورنتي راهينا انا وديان، ورنتي تيغرادنا وديان، تيغراد نقدو انا نغاين تكتر، هذا غيعاون سيدنا ان شاء الله، هذا شني قربي البركه قرا ونسن، هذا يرحم ربي الوالدين نسن، يرحم غينو ناو تكون لي، هذا غيعاون ربي يعاون ونا غيعاون، هاتني عاون شمول هاتني عاون سيدي ربي، هذيك شني قربي البركه، هذا غيعاون مولانا. الوالدين الوالدين الخدام الوالدين الخدام